السلام عليكم يا جماعة، كيف حالكم؟ وإن شاء الله أنتم بخير يا رب العالمين. طيب يا جماعة، في الفيديو ده أنا هشرح لكم كيف نقدر نتحصل على منحة كورسيرا من خلال تعاون منظمة تعلم من أجل السودان، اللي هي منظمة تعليمية غير ربحية سودانية قائمة على شباب سودانيين، وكل شيء بيقدم عبر لينفو السودان هو مجاني. طيب، لينفو السودان عندها تعاون مع منظمة تجمع الشباب السوري، وعبر التعاون ده بنقدر نتحصل على منحة كورسيرا وعلى منح ثانية كثيرة حنشرحها واحدة واحدة. طيب يا شباب، أول شيء أنا محتاج منكم إنكم تعملوا شير. والله ما كنت قاعد أطلب الحاجة دي، بس لكن كتر في ناس محتارين جدا جدا وبيستغلوا الموضوع ده عشان يستفيدوا منه شخصيا، وهو حاجة فري. فأنت لما توصل الحاجة الفري، مجهودك زي مجهود الناس اللي عملت الحاجة دي، تمام؟ فيلا نبدأ في الشرح. أول شيء هنروح على الموقع، موقع تجمع الشباب السوري. ده الموقع، أنا حديك الرابط. الرابط طبعا حيكون قاعد في الوصف حق الفيديو بتاع اليوتيوب، تمام؟ طيب، أول شيء لما تفتح الرابط، مثلا قد يفتح معاك متصفح فرعي فيه 3 نقاط كده. أي متصفح فرعي بيكون فيه 3 نقاط، أو هو اللي هو متصفح مدمج، بيكون في الفيسبوك، بيكون في الجيميل. المهم أنت تقوم تضغط في ال3 نقاط وتختار Open on Browser، Open in System Browser أو كروم لو عندك كروم، تمام؟ طيب، انا فتح معاي المتصفح. ويا شباب يا شباب، لازم المتصفح بتاعك يكون محدث لاخر نسخة، لاخر نسخة. تأكد ان المتصفح محدث، لانه قد ما تظهر لك الصفحة وتظهر حاجة بيضاء، تمام؟ طيب، نجي نسجل في كورسيرا. اضغط هنا. طبعا منحة كورسيرا القبول بتاعها بياخد زي 15 يوم، اوكي؟ طيب، نجي نسجل. اول شيء بنكتب الايميل بتاعنا، بنكتب الايميل هنا، الايميل اللي احنا عايزين نقدم به للمنحة. طيب، اول ما تكتب الايميل بتاعك اضغط على next، تمام؟ الايميل طبعا لازم يكون at، هنا في علامة الات، عفوا انا كتبت الايميل غلط، at ده تيست. طبعا ما تكتب نفس الايميل ده، اكتب ايميلك انت اللي حتقدم به للمنحة. واذا عندك حساب في كورسيرا، اتأكد انك مقدم بنفس الايميل هنا، تمام؟ نفس الايميل مقدم به، وهنا المفروض يكون في حساب كورسيرا. واذا ما عندك حساب في كورسيرا، اعمل الحساب بنفس الايميل اللي حتقدم به هنا. وضحت الفكره؟ نعمل نيكست. بعدين نملى البيانات، الاسم كامل، اكتب الاسم بتاعك كامل المطابق للوثيقه اللي انت حترفقها، تمام؟ بعدين تاني عيد كتابه الايميل بنفس عيد كتابه الايميل الصح. بعد ما تعيد كتابه الايميل، اختار الجنسيه، السودان، هاي طبعا للسودانيين والسوريين فقط، لازم تكون سوداني او سوري عشان تحصل على المنحة دي، تمام؟ دور على السودان واختار السودان، اوكي. بعدين بلد الاقامة، اختار الدولة اللي انت قاعد فيها عادي، يعني ما فرقت يعني، اوكي. مهم انك سوداني. الرقم الهاتف، خد رقم الهاتف بالمفتاح بتاعك في الدولة اللي انت كنت عايش فيها، اذا كان رقم في السودان او خارج السودان، الموضوع ايزي جدا جدا. تحط رقمك في الدولة اللي انت قاعد فيها، تمام؟ طبعا ده رقم تيست يعني، عشان ما تقدر تسجله وتواصل معي فيه، اوكي؟ طيب، بعدين اذا كنت بتعيش في سوريا، السؤال ده طبعا للسوريين بس، انت تقوم تعمل شنو؟ لا اعيش في سوريا، اوكي؟ لان اساسا المنحة يا جماعة كورسيرا مراقبة الموضوع، وجزا الله خير الشباب السوري دخلونا معاهم في الموضوع. طيب، مقدمين البرنامج هنا بيقول لك لاجئ، نازح، عديم جنسية. اختار اي شيء، اي شيء عادي. تاريخ الميلاد، اختار تاريخ ميلادك الاصلي، تمام؟ صحيح. النوع، بعدين التحصيل العلمي عادي، اختار تحصيلك العلمي. مستوى اللغة الانجليزية بتاعك كيف؟ ضعيف، متوسط، غيره. اختار الحاجة الصحيحة يا جماعة، دائما اختار الحاجة الصح. الحالة الوظيفية، اختار الحالة الوظيفية. بعدين جواز سفر، إذا ما عندك جواز سفر اختار لا، إذا كان منتهي الصلاحية اختار إنه منتهي الصلاحية وعادي الموضوع يعني. مثلا نقول نعم. كيف حتساعدك المنحة في إنك تحقق أهدافك؟ فيا جماعة، السؤال ده والله مهم جدا جدا، لازم تكتب بكل وضوح وشفافية، لا ما تمشي تسرق من النت، ما تمشي تكتب حاجة بتاع الزول، تمام؟ اكتب عادي كأنك بتتونس مع صاحبك، انت عايز المنحة في شنو، المنحة هتساعدك في شنو. دايما ركز على ان المنحة هتساعدك اكاديميا وهتساعدك مهنيا، فوضح المواضيع دي كويس، اوكي؟ السؤال ده مهم جدا جدا للقبول حق المنحة. طيب،
كيف سمعت عن المنحة بتضغط على تعلم من أجل السودان هنا؟ learn for Sudan, you should proud of learn for Sudan يا جماعة. بعدين next. اوكي طيب، هنا السؤال ده لازم يتملي يعني، فهمتوني؟ لازم تجيب. انا هجيب نص من النت، نص ما عنده اي فايدة ولا قيمة، هحطه هنا عشان اعبر من السيستم. طيب يا شباب، انا نسخت نص من النت ما عنده قلنا ولا قيمة ولا هدف، اني تكست جبته من النت ساي وخطيته عشان بس اعبر من السيستم، هعمل next. بعدين هتوافق على الشروط والاحكام، توافق على كل شيء، بعد كده تعمل سبميت اللي هي المرحلة النهائية. انا ما هعمل سبميت لان التقديم بتاعي فيك. اوكي، بتمنى انك تقدم بالطريقة الصحيحة يا شباب. يا شباب قدم بالطريقة الصحيحة، وخلي المتصفح يكون بتاعك محدث. القبول بيجيك في الايميل، وقت يجيك القبول في الايميل في الجيميل وتضغط على كلمة جوين ما يفتح معاك، حاول قلنا ما تستخدم المتصفح المدمج، استخدم المتصفح الرئيسي، كليك على 3 نقاط الفوق وجوجل كروم، او افتح الجيميل بتاعك من الكمبيوتر او من المتصفح مش من تطبيق الجيميل، ويكون محدث ويفتح معاك على طول. وبتقدر تتحصل على المنحة يا شباب قلنا في خلال 15 يوم. والشي اللي عايز منكم انا كمحمد عبد الباقي انك تشارك الحاجة دي مع الناس اللي انت عارفهم عشان يقدروا يستفيدوا منها. فالحاجة دي قيمة جدا جدا، وعايزين نبعد الناس المحتالين المجرمين، وهم كتار جدا، وغادي يكون قاعدين يسمعوا في الفيديو بتاعي عشان يعرفوا كيف الناس تقدم عشان يمشوا يستغلوا الموضوع. فيا ريت يا شباب ادعمونا بالشير، لازم الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.